خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في مختلف المحافظات. يا دينا صباح الخير. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. حسيتوا بالشبورة المائية اللي كانت كثيفة جدا؟ الشبورة كانت قوية أوي. قوية يعني حتى كان في انعدام بجد للرؤية الأفقية زي ما بتقول دكتورة منار دايما، وهي حذرتنا قبلها يعني من كام يوم، من امبارح وأول أمس كانت بتقول إن في شبورة مائية كثيفة، بصراحة ما كنتش متوقعة إنها تبقى للدرجة دي. هنعرف التفاصيل أكتر منك أكيد. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا معاكم من محافظة القاهرة، وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات على الكوبري، ده بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس. كمان بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين فعليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية لكنها بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، والطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعملت أثناء تركيب القمر الحديدي عند منطقة البراجيل. فتح الطريق خفف كمان من الضغط على المهندسين ومحور صفت اللبن. من الطريق الدائري بقى إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى المهندسين ففي بعض الكثافات المعتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ونروح معاكم لمحافظة الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش في كثافات متفاوتة، ده عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لأسوان، وهنبدأ من شارع استداد لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وكمان هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة هناخدكم في جولة سريعة عن احوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة تحت أشعة الشمس، لطيف في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية كثيفة الصبح قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31، وأقل درجة حرارة في السلوم 21 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.